من سنة 2003 لحد هذا اليوم أنا الاحتكاك من أهالي مدينة الصدر ورجل معلم، وقسما بالله من صارت المظاهرات لليوم أنا إذا واصل المدرسة حشاك إلا أنا متربي بهالخيزة. بس هي شغلة درة غيرة ودرة شرف. من سنة إذا يسمحوا لي من سنة 2003 لحد هذا اليوم قل لي شنو قدمت المرجعية، وسواء كان معمم حامل تاج رسول الله على رأسه من 2003 لحد هذا اليوم. اسمح لي استاذ العلي، والله انت مثابة والدي ما زعل عليك. قتل، نهب، سلب، اعطيني معمم مرجع بلط له شارع، اعطيني مرجع معمم فاهم دين يرصعد على عن منبر عمر هيك وابو بكر هيك، وهم عمر وابو بكر اشرف من عندهم بالحسين الشهيد. ما وصل العراق الى هذه الحاله غير احنا نتبع مرجعيه لا عراقيه، مرجعيه لا عربيه. البارحه واحد يطلع لي بحزب الدعوه معمم يقول الان ما يجري في الديوانيه وما يجري في الناصريه وما يجري في البصره هم الصرخين واليمانيين. الطين الصرخين واليمانيين شلون طلعوا سووا هيجي؟ اسمح لي استاذ لا تقاطع، الصرخين اليمانيين طلعوا سووا هيجي؟ وين طلعوا سووا هيجي؟ شنو اللي سووه؟ شنو اللي قدمتوا؟ انتم شنو قدمتوا؟ حزب الدعوه قتل العالم كله، وسبب خراب هذا العراق هو حزب الدعوه المنحل، وان شاء الله ينحل. اي والله ان شاء الله. والله واسال الله بجاه محمد، وانا والدتي ووالدي توفى وصار لهم ما يقارب بالسنه بحادث، اسال الله بجاه محمد وال محمد كل قطره دم شهيد سقطت من سبايكر ومن هاي المتظاهرات، اسال الله تصير بقلبهم وتصير بقلب امهاتهم. وصدقني لو بقى حزب الدعوه الساقط السافل يحكم هذا البلد، لا العراق اكتب عليه السلام. البارحه انا يجيني واحد يقول والله اذا مات السيستاني ما بعد ماكو شنو السالفه عن شنو؟ يعني شنو ماكو مرجعيه بالعراق بعد؟ يعني يقول لك انا والله اجيب اذا جابوا النوب هذا يسمونه محسن الحكيم، لا بعد اقرا على العراق مثل فاتحه محمد العريبي سامع بيها. عم اليوم احنا العراق نريد واحد يحكمه يباوع للعراق فقط هو علم العراق. سني، شيعي، مسيحي، صابئي، يزيدي، كان من يكون كلنا تحت رايه، كل احنا تحت رايه لا اله الا الله، تحت رايه هو العلم العراق. بس انا شيء واحد ارد اقوله، بس اسمح لي استاذ اذا تسمحي لي، والله العظيم حتى اذا كان واحد ينتقدني وانا رجل دراج من المدينه ما اخاف بس من الله. الفتوى، الفتوى اللي تحكي انت بالمرجعيه، الفتوى ماكو كفايه، اقسم بالله لا السيستان انطى فتوى ولا نطقها ولا قال هاي فتوى. الفتوى اتت بيها قاسم سليماني واتى بيها محمد رضا بن السليماني العفو ابن السيستاني. هدفها شنو الفتوى استاذ العزيز؟ هدفها قتل وتهجير الكفاءات والقضاء على الشاب العراقي وما خصوصا اخواننا السنه بالغربيه، قتلهم وتهجيرهم من مناطقهم. وروح شوف خطيه صار بالغربيه بيها الخير وبيها الشريف وبيها هم امهاتنا وابهاتنا، ها؟ ويبقى شعارنا واحد، العراق واحد، ويبقى شعارنا. انا كرجل شيعي ارد احكيها عامه، ولو انا عندي مرجع عربي قديم وجوز الاخت عرفتنا هسه شنو، ما يقبل بهاي الامور، لكن يبقى شعارنا هو العراق. واحنا كشيعه ننادي اخواننا السنه خطيه، نقول لهم عمر ابانا وعائشة أمنا ومن يسبهم لنا عدونا وعدو الله ورسوله. ونسأل الله بجاه محمد وآل محمد أنه هاي هذا الوطن لن بنبيعه، وإن شاء الله هاي المظاهرات منتصرة. أنا راح أقول لك سؤال واحد، والله هسه أنا أرد أقول لك البرلمان ليش جاي يرفض الانتخابات المبكرة؟ لأن يدرب نفسه إذا صارت انتخابات مبكرة هو يفشل بعد ما إلك كل هاي. والله العظيم وإن شاء الله منتصرين براية الله سبحانه وتعالى وبراية العراقيين. شوف هذا، بس أرد أسألك سؤال، هذا خطية مظهر هذا صح هو شرف إنه وها هذا شرف إنه ها، لكن والله العظيم لا بينهم شريف ولا بينهم خيرة ما عندهم، ها؟ وحشاك لاحظهم وحظ اللي ينتخبهم. والله من صار انتخابات اليوم احنا ما ليش؟ لان هي دولة مسيسة، دولة فارسية مجوسية ايرانية ساقطة. شخص واحد سليماني مات اللي قتل البارحة كاتبين بالكرادة، ما قصرت ويانا يعني. طبعا ما قصرت، قتل العراقيين، قتل السنة، ظل يطب لي الانبار تعال ودى جماعة شو اسمه. والله عندي اخوي، والله العظيم يا بنت الناس، عندي اخوي انا هسه اليوم تشرفون البيت، عندي اخوي كان يداوم مكافحة الإرهاب،
والله والدته الله يرحمها قالت لي يما ليش بطلت؟ قالها يما والله شوفها شغله حرام، اذا احنا يجمعونا بالمقر وقال طبوا على الانبار شغلوا قرايات وشغلوا ما ادري شنو وفززوا العالم يعني رعب العالم. زين ارد اقول لها هي ابن السافل، هي دوله انت رايح لحسينيه، انت رايح ما انت رايح منبر، انت رايح شن رايح عزاء، هو جاب هاي على هاي. يا استاذ العزيز نسأل الله أن المالكة الله يهلكه ومن يتبع المالكي، وهذول الشغب وداحتك لو بيهم شريف ما بيهم شريف، لأن هو وين الساقط جايبينه؟ وشوف ذول أهل المدينة، هاي كلها أهل المدينة ترى ثلاث أرباعهم وداحتك، واللي يطعم الناس أهل المدينة. ها وصدقني يا أخي العزيز أيامهم قريبة وكل إنسان اسمحني بس هاي الكلمة أقسم عليك أنه هذا اللقاء طنعينه، كل إنسان يتبع الفكر المجوس الإيران الفارسي النقص هذا لا دين إليه، لأن إيران إذا ترجع لها للصحيح لا إسلام وادعوا بالإسلام في غض النظر عن إسرائيل، وداحتك وهم أفسد منهم وأخنث منهم ماكو.